راه قدامي لاشوف يلا حرك معك تحرك ليه اخذينا ليه اخذينا ما دخلك روح من هون اقول ليه بس ليه ولكن طلع من هون لانه ما كنتوا تفهمون ان السلاح ممنوع خلف خبر الزعيم بالسالفه يا خلف تاخذوني معه بخبرك حرك اقول لك انا عندي سلاح وظل كل يوم بسلاح هاوش يا هاوش علامك علامك بك شيء لا بتدور الخنجر ليه الخنجر يا خلف قل لي من غريمك وانا اخو خلف ان شاء الله كفو ما غريب مير انا الشرطه ياخذوني اللي معه سلاح ودي ياخذوني لاجل اشوف المسلسل اي مقواك اروح وياك ولك سلاح اي عطني اقول خذها اي خذها لا هذا خذها جمع 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 اسلم عليكم شلت هجاسي الله معه مع السلامه لك ولك يا نوصل هذا هو اتمشى قبل ما ينهزم على ماله امشي معي مرتك اشتكت عليك انك ضربتها انا اشتكت علي ليش اشتكت علي شوفي لك انا ضربتك انا بحياتي ضربتك لك يا عنون هي ضربتني ضربتني وكسرت يدي بعد لك انا كذابه يا سيدي لا تدوها هي كذابه حبيبي هذا الحكي بتحكيه بالمخفر شري لك كذابه يا سيدي هي كذابه بسيطه يا عنون اقول ما تطلع قبل ما تخلص الحلقه الاخيره لك يا لطيف يا لطيف يا لطيف النسوان شعالك خفيف لك امشي لك عمالك على الجاكيت مشان اسنانك امشي خلصني يا بعد شبدي مهيبك لك ايه بقى ما هب قصدي انتبع يا حلب شو هرستانا شوف يا اخي تره لك ايه ما هب قصدي محلاها دي ياسمين هذي لك ايه لك انت تاني عمع ايش فيك مشان اسنانك مشان اسنانك ايه بقى قلت يا سيادة الضابط تنطي البارودة لبخيتان طبعا لا يا سيادة الضابط أقول لك بخيتان راعي القبيلة ولدوم يكون معاه بارودة اليوم هاجم الذيب الحلال وقتل 3 نعاج وباشر من يدري يمكن يعاود ومعاه قطيع من الذيابة المحافظة على قطعان الغنم والرعيان والماعز هاي مهمتنا من اليوم ورايح انتوا رايحوا حالكم كل واحد بيروح على خيمته وبيترك هاي المهمة إلنا يا سيادة الضابط يعني بدكم تجيبون رعيان من الحكومة على الحلال؟ انت خرس انا راح عين عنصر من عندي وبمهمة رسمية وهو بيساعده للراعي تبعكم منيح هيك؟ من يزعل من الامن والامان شوف لقلك طالما انه انتوا عم تنفذوا القانون راح تنبسطوا تمام بس اللي بيخالف القانون راح يشوف شيء ما بيعجبه الكل عندي هون مثل بعضه الكل تحت القانون الله يقدرك على فعل الخير تشرب متى؟ لا يا سيادة الضابط الربع ينتظروني لكن اللي عندك طلب إنسان تفضل المحجوزين هان صادرت سلاحهم خلهم يعودون على بيوتهم تكرم عينك طالما عم تساعدني لطبق القانون هون بالقبيلة اللي بمثله أنا فرح طالعهم لا خلنا يا عم خلنا مرتي بتخلنا ورادور بطل ترادف طارح ساعد شي من وجهي يا من وجهي احنا من قال ان بنطلع لقنا نشوف الحلقه الاخيره كمان مصيبه راحت علينا هي وبي برنامج الحين يطلع اسمه امريكان جت تالنت دي يو انستاند مي الحين خذ بي انستاند مي شلون تشوف هذا اقول يا خلف ودي اشوف سليطاني قاعد شافك قرد انت اسود اقول هذا عمي طرود يحشر انفق بكل من قال لنا احنا بنطلع من هان صوتك من قال لي ان احنا بنطلع من هان وطي صوتك من قال لي ان احنا
بنطلع. خلاص أبيل. واو. حرك حرك يلا. أنا بنطلع. خلنا هان. بشوف صلي طيب مكتر الخير يا عمي. يلا يا ولدي يلا يا ولدي يلا. حرك. يلا بيوتكم يلا. حرك يا زعيم. يلا يلا. خلنا نشوف التيفي. ليلة ليلة واحدة. الحلقة الأخيرة بس الحلقة الأخيرة. شوف لا كلها أنت وياه. أنا لاحظت لما كنتوا جوا كأنه تقاعستوا بالاستارح واستعد. استارح. استعد. فوتهم يا ياسر كل واحد عمل له فلقه مشان يتابعوا الحلقه لا 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 نوفل الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. متى طلعت كيف؟ الزعيم طرود اجى عملنا واسطه عند الضابط ابو شهاب. ايوه ما انتخل للحين وكاد انك ما حضرت المسلسل للاخر. عن حال ذكرت انت شلون تقولي له الضابط انه انا ضربتك؟ بصراحه يا نوفل يعني ما كان ودي بس انه يعني والله ما راح اطلع لك كذابي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف والله لعلمك الضرب على اصوله. إيه والله لامس عرابتك مصح. يا نوفل ما تسوي بكره حتدفع. يا نوفل خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيتها خيو تشلها طيرة ايوه بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيتها خيو تشلها طيرة حيهم ما شاء الله ركزت زين مهاوش 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 الحمد لله على سلامتك يا مهاوش. الله يسلمك. الله يا وضوحة يسلمك يا وضحة. تعال يا مهاوش تعال علمنا وش صار بهذا المسلسل. إيه. إن شاء الله. وين إن شاء الله إن شاء الله. ترى مهاوش ما كان أنا مهاوش كان راقد. إيه. أنا شفته. قول. شف. والله هذا كان راقد أنا شفت المسلسل. اسكت. ترى ما كان يكذب أنا كنت. قلت لك شف الحين. طلع معه بس يكذب يمين كان ناي مهند قام قالت له هذه المزيون الشعر سمر اسمها سمر نور سمر الله على الحب الله يسلمك قام قالها قومي وياي والله انا اللي شفته وكان نايم ويسولف شف البخت تراك ما قصرت مع الربع يا ابو وضحه واجبنا يا سمعان واجبنا عيالنا وولادنا لولاك يا ابو وضحه كان ولادنا بقيوا بالحبس شهرين وثلاث حسان سمعنا الشعر اي تامر يا عمي ربع الكبير يا الكبير هي. حبك بدمنا هيجري سلسبيل وانت بالدنيا مالك مثيل بفهمك وعلمك اخذنا اخلاء السبيل صح لسانك الله الله يا حسن شاعر ولد شاعر يهدرب به يكذب طول الوقت احب الشيء واضح مهاوش يا سمر نشب اقول مهاوش هاوش اقول لي شب يا ولد انا شب يا فايز خلاص يا عود انت انهبلت اتركه تام انشن اقول لك